حسين شو عم تاكل؟ ما بتعرف شو عم تاكل؟ تصوروا بعدين بتحط تمساح؟ طعميهم بابا طعميهم، جبتيهم وحده وحده نار. شو عم بتشوفي بابا؟ عم بشوف التمساح. تمساح؟ شو اسمه بالفرنسي؟ شو اسمه بالفرنسي حسين التمساح؟ اسمه كروكوديل. كروكوديل، يلا. ماما ريمي نين ايدك يلا اعطيها اعطيها يلا طعموها للنعامة فستق هي بتحب الفستق كتير يلا زدت لها يون لجوا لجوا عم بتتعبها هيك شو اسمها هي يا حسين؟ أطريش أطريش شو يعني بالعربي؟ اسمها النعامة يلا حط طعميها لا بابا حطي لي اياها حطي لي اياها على على الحيط زينب شو عم تشتري؟ عم بشتري فشار
مع شو؟ مع ملح أو مع سكر بتحبيه يا زينب؟ مع ملح. مع ملح. ما تخاف بابا منه، ما تخاف، ما بيعمل شيء.